السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين أينما كنتم، إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة وعافية إخوتي. إذا كنت جديد في القناة فضلا ويسا أمرا اشترك، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. مرحبا بكم إخوتي، بسم الله والصلاة على رسول الله. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح سعر البيتكوين حاليا إخوتي. نعم، هنالك تطورات جديدة في ما يخص سعر العملات الرقمية وسعر البيتكوين حاليا. نعم، كما سوف تلاحظون معي الآن على المباشر، سوف نفتح لائحة الأسعار فيما يخص كل العملات الرقمية. كما تلاحظون متابعي الكرام، قفزة كبيرة جدا في سعر عملة البيتكوين، والبيتكوين حاليا هو في تعافي كما تلاحظون. إن شاء الله يكون هذا التعافي وهذه القفزة يكون فيها ارتفاعات في المستقبل إن شاء الله. كما تلاحظون سعر البيتكوين حاليا سعره 21400 دولار كما تلاحظون على المباشر إخوتي، بارتفاع بنسبة 1.34%. هذا الارتفاع سوف يؤثر على أغلب العملات الرقمية في العالم. 99% من العملات الرقمية في العالم سوف تتأثر بهذا الارتفاع إخوتي، أنا متأكد إخوتي. نعم، البيتكوين سوف يرفع كما تلاحظون. لا توجد عملة باللون الأحمر، فقط هذه العملات القليلة. يعني قلت لكم أن أغلب العملات الرقمية سوف تتعافى، ومنهم عملة سويتكوين التي كان لها انخفاض كبير الأسابيع الماضية إخوتي. نعم، كما تعلمون سعر عملة سويتكوين وصل إلى أدنى مستوى له، هو تقريبا 13 دولار لكل 1000 عملة، وحاليا هي في ارتفاع. نعم، أبشركم بالخير لكل شخص هو يستثمر في هذه العملة أو يتداول أو شيء آخر. أقول لك أن العملة حاليا في تعافي، وهذا الشيء يبشر بالخير. كما تلاحظون البيتكوين حاليا يرتفع، كما تلاحظون هناك ارتفاع ب4 دولار أو 5 دولار عن المباشر كما تلاحظون هنا. قلت لكم أن البيتكوين لديه من أكتوبر إلى نوفمبر إلى ديسمبر إلى أواخر ديسمبر إلى جانفي، يعني هذه الأشهر ترفع البيتكوين إخوتي. نعم، أنا على حسب تجربتي في الأعوام السابقة البيتكوين دائما ألاحظ أن البيتكوين أو العملات الرقمية ترتفع عند نهاية السنة. نعم، عند نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، لأن الطلب يكون كبير على العملات الرقمية في هذه المواسم. بالنسبة لسعر السويت ايكونومي إخوتي، سوف أقول لكم السعر حاليا على المباشر. فقط لاحظوا معي إخوتي، فقط لاحظوا معي سعر العملة حاليا. نعم، سعر العملة حاليا في ارتفاع بنسبة متوسطة بنسبة 14.5% كما تلاحظون على المباشر. سبب هذا الارتفاع هو البيتكوين إخوتي. كما تلاحظون دائما البيتكوين لما يكون أخضر يرتفع بشدة، إذا ارتفع بشكل طفيف لا ترتفع العملة الرقمية، ولكن إذا ارتفع بشكل كبير وكان الطلب على البيتكوين بشكل كبير سوف ترتفع العملة الرقمية، ومنهم عملة سويتكوين. حاليا هو سعرها 24 دولار لكل 1000 عملة، يعني 0.024 دولار، يعني ارتفاع كبير بنسبة 14%. يعني في 24 ساعة كان السعر بين 21 دولار و25 دولار. نعم، وصل إلى 25 دولار، انخفضت قليلا ولكن سوف ترتفع إن شاء الله. هذه الدفعة من الاندفاع حول الاندفاع لكي ترتفع العملة الرقمية إن شاء الله. المهم، كان هذا الفيديو مبسط حول سعر العملة حاليا، سعر عملة البيتكوين وسعر عملة سويت ايكونومي. هناك تطورات كثيرة إن شاء الله سوف تحدث في المستقبل. إخوتي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك إخوتي، لأنه يحفزنا على مزيد وضع مزيد من الفيديوهات.
وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.